من ضمن الأسئلة، أنا داخل كلية الحقوق خاص ومستوى في الإنجليزي متوسط، دخلت تجارة إنجليش، حقوق إنجليش، هل همشي فيها ولا ضيع نفسي؟ لا إن شاء الله تمشي فيها كويس، ولكن أنت أوريدي دخلت حقوق إنجليش، فأهم حاجة إنك تهتم بس بالمصطلحات والكتابة. ممكن تجرب أول سنة، لو حسيت الوضع بالنسبة لك صعب، مش عارف تجمع المادة، مش عارف تتكلم، مش عارف، ممكن إنك تحول الجزء الخاص بالعربي. لكن نصيحتي، أنت أول سنة تتعود على التفاصيل وتتعود على الكلام وتتعود على كل هذه المواضيع، والدنيا بتمشي بإذن واحد أحد. ودي فرصة إنك تطور من مصطلحاتك باللغة الإنجليزية. على فكرة، حقوق إنجليش في بعض المكاتب الخاصة بالمكاتب المحاماة الكبيرة بتشترط إن هو يكون إنجليش، لأنهم بيتعاملوا، وفي شركات على فكرة بتشترط إن هو إنجليش. ده مش معناه إن حقوق عربي هيقع ومش هيشتغل، إن شاء الله يجد فيه شغل، ولكن بيقول لك إن هو عارف المصطلحات القانونية باللغة الإنجليزية، فبيفضلوا هذه النوعية. فخدها كفرصة وتحدي، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير بإذن الله.